مع الطب الرياضي. مع الطب الرياضي معالجة لمسائل الصحة الرياضية. مجلة صحية راديو الحيط فم إذاعة القيروان للصحة. مرحبا بالناس اللي لحقت بينا في الاستماع. موعدكم يتجدد مع الطب الرياضي في كوننا نركز لكم بيان سور على كل ما يهم صحة الرياضيين كلك سوا من خلال الرياضة وإلى الإصابات اللي نجموا يتعرضوا لهم وإلى حياة الرياضي، وخاصة نحاولوا ديما نركزوا على الرياضيين المحترفين. من الرياضيين المحترفين قلنا علاش ليه ما نحاولوش نركزوا زيد على صغيراتنا، أهمية الرياضة والفوائد نتاعها بالنسبة لهم، سورتو احنا ديما نأكدوا على الأهمية والفايدة متاع الرياضة. اليوم مش نحكيه على الصغار شنو فوائد الرياضة بالنسبة لهم، على خاطر بخاتيك ما وليت من أولى الأولويات. وكنا مع دكتور ألفة عبين في الحصص الفارطة ركزنا على أهمية الرياضة وزيدة أشرنا للصغيرات. هذيك علاش حاضرة معايا دكتور ألفة عبين العاملي، مرحبا بك على موجة راديو الحياة. مرحبا مريم، مرحبا بكيف مستمعي الحياة. دونك دكتور ألفة قلنا نركزوا على الصغيرات وأهمية ممارسة الرياضة متاعهم بيان سور، باش نحاولوا نركزوا على الفوائد، باش نحاولوا نركزوا على نوعية الرياضة اللي مارسوها صغارنا، كيف كيف التغذية، وبرشة مواضيع باش نحاولوا نتناولوهم فيما يخص صحة صغيراتنا وخاصة من ناحية الرياضة. بداية بفوائد الرياضة دكتور ألفة للصغيرات نتاعنا. احنا اليوم قلنا نحكيه على الرياضي الصغير. بالنسبة لفوائد تعاطي الرياضة الحقيقة معناها نشجعوا برشة الصغيرات باش يتعطاو الرياضة لما لها من فوائد معناها كبيرة على الكبار ونتمو على الصغار. ومعناتها نلاحظوا معناها حسب حتى الإحصائيات اللي معناتها اللي تعملوا في تونس، معناها كونوا فما ينغتيسان سورتو للصغار اللي معناها ولا النشاط البدني ككل قاعد معناها يمشي ويتقلص. وحتى بالنسبة للصغار احنا نقولوا لهم لا، وقولوا للي باغون وقولوا للصغيرات ماذا بيهم معناتها يقيدوا وليدهم في تعاطي نشاط رياضي. رياضة مهمة برشا بالنسبة للصغيرات. أول حاجة معناتها هي تنمي قدرات الطفل معناتها، وتنمي له العضلات نتاعو، تنمي له العظام نتاعو. زيد معناتها بالنسبة معناها تنمي معناها حتى القدرات العقلية، نعرفوا الجسم السليم في العقل السليم. الرياضة تتمكن الصغير حتى معناها باش يركز أكثر في قرايته، باش يكون ناجح أكثر، باش معناتها القدرة متاع الأناليز والتركيز تزيد عند الصغير. نعرفوا حتى معناتها تعاطي النشاط الرياضي معناها تزيد حتى في الكاباسيتي حتى متاع الصغير، باش معناتها في التفكير متاعه، في التركيز متاعه، في نتائج الدراسية حتى تحسن. معناها حتى فما ديزيتود تعملت اللي لقاو للصغيرات اللي تتعاطى نشاط رياضي نتائج الدراسية متاعها تكون أحسن. هذا إضافة إلى كون الطفل اللي يتعاطى الرياضي فما معناه سلوكيات وأخلاقي معناتها ينجم تتعديله من الرياضة هذيك. أول حاجة يكون معناتها لفيت كونه يكون عنده كوتش ولا يكون عنده قائد فريق يحترقوا، فما قوانين سورتو كي بدا يتعاطى في الرياضة فما قوانين. الطفل الصغير يكون أكثر اجتماعي، يتقبل معناتها يتعلم احترام القوانين، احترام الآخر، يتعلم الاندماج مع الآخرين، تقبل الآخرين، تقبل معناتها الربح والخسارة. هذوما الكل مهارات اللي تمكنوا معناتها تمكنهم من ممارسة الرياضة بالنسبة للصغير. دونك احنا معناتها نشجعوا برشا لي بارون باش يقيدوا صغارهم، يخلي الرياضه تكون معناها عاده صحيه اول حاجه للصغير. تكون معناها من الصغر هذوما حاجات عادات ولا دي كومبورتمون اللي نزرعوهم في صغارنا. خير معناتها سورتو من الصغر الصغير اذا كان تعود من اللي هو صغير يتعاد على نشاط رياضي، راه هو كي يكبر باش يبدا معناتها مواطن سليم وصحته سليمة واجتماعي أكثر. ومعناتها ديجا هو كي يدخل في العادة هذه معناها معناش ينجم يخرج منها. احنا نعرفوا معناها حتى في القروين مثلا نجم معناها نعطيهم أفكار معناها حتى في القروين مثلا عندنا بالنسبة للقيروان عندنا عديد من النشاطات الرياضية كسوسوا معناتها رياضات فردية أو رياضات معناها جماعية. عندنا نعرفوا اللي عندنا التنس برشا وليدات صغار معناتها وصلوا حتى ليكيب ناسيونال من
الكلوب دو تنس، فما الكلوب اللي معروف برشا نادي البلدي الالعاب القوى، عندنا لي زاكاديمي دو فوتبول، عندنا الفولي، الباسكيت، عندنا معناها بخلاف مختلف الاختصاصات، خلينا فوالا مختلف الاختصاصات، بخلاف الكاراتيه جودو، معناها ماذا بينا الصغيرات الكل يكونوا يتعطوا نشاط رياضي معناتها باش يكون معنا باش نحفظوا صحتهم. هنا يا دكتور ممكن لي مامون سورتو اللي قاعدين يسمعوا فينا على البوند اف ام 93 توا يقول لك انا صغيري ما نعمر نجم ندخله هكا للرياضه. خلينا نعطيهم حتى لمحه صغيره، وبيان سور احنا بعد باش نحكيوا على انواع الرياضه ومع شكون تتماشى والاعمار اللي تتماشى معاهم بطبيعه الحال سولون ترونش داج. خلينا جوست البدايه، قديش العمر اللي نجموا مثلا يمارسوا الرياضه؟ تقول انا صغيري توا حاضر باش نجم نحطه في نادي نتاع رياضه. اي هو كل عمر معناتها نقولوا احنا نبداو من 3 سنين معناها كل عمر عنده اون اكتيفيتي اللي هي معناتها ادابتي للعمر نتاعو. معناها الصغير احنا بالنسبه لتعاطي النشاط الرياضي نبداو من لاج بري سكولير، نقولوا احنا من 3-5 ans. اذا كان تحب مريم نقسموهم معناتها سولون سولون لي ترونش داج، خاطر كل عمر عنده الخاصيه نتاعو وعنده نوعيه النشاط البدني والرياضي اللي يتماشى معاه. دونك ما فماش معناها ما فماش عمر صغير على تعاطي نشاط رياضي. جوستومون هذاك علاش احنا نقولوا يلزم تتغرس العاده هذه ملي هو صغير. فوالا احنا صغيري ملي هو 3-5 سنين ينجم يتعاطى نشاط نقولوا احنا بدني، خاطر الصغير هذاك في العمر هذاك في لاج بري سكولير ما ينجمش فما مهارات بسيطه معناها نجم نكتسبها يكتسبها الصغير وما ينجمش يمارس رياضه بروبرمون ديت معناها كي ستركتوري فيها قوانين وكل مازال صغير فوالا. دونك هو نحطوه في كلوب كيما مثلا نقولوا احنا جري والا رياضات بسيطه كيما الجري كيما السباحه جيمناستيك معناها سبيسيفيك معناها تاع صغيرات هكيك من العمر هذيك ما نجموش مثلا نقولوا احنا باش عمره 4 سنين باش نقيدو في الفوت ما تنجمش. فوالا الرياضات ستركتوري ولا باسكيت ولا حاجه، الرياضات ستركتوري هذيك ما ينجمش مازال الصغير معناها معناها ما ينجمش يمارسهم معناها. دونك احنا قلنا جري جيمناستيك ناتاسيون خساره توا البيسين ان شاء الله مازال ما حلش في ساعه في ساعه تكمل الاشغال نتاعو. اي فوالا. اذا كنا نطلعوا شويه في اللاج سكولير معناتها من 6-9 سنين الصغير معناتها بدا مع نمو الجسم مع نمو قدراته الذهنيه والعقليه ينجم يقبل معناتها ان سبور بيان ستركتوري. مع العلم مريم كونه في 8 سنين الحجم نتاع معناتها مخ الطفل قد معناها فرد حجم هو ومخ الادولت راه اما ما فماش كي لي كونيكسيون ستركتور معناتها ماهوش ستركتوري كي الغاميفيكاسيون نتاع لي نورون نتاع الخلايا معناتها بتاع المخ مازال ما بديتش. هذاك علاش احنا نشجعوا راهو معناتها الصغيرات اللي يبداو يتعطاو رياضه ذكيين اكثر من الاخرين. علاش؟ اون فيت هي الرياضه تمكنوا من كل ستركتور ستركتوراسيون تاع المخ معناتها خليه المخ فوالا. احنا نقولوا لا بروبريوسيبسيون شيما كوربوريل وكل تيتزرع ملي هو صغير هذاك تعاونوا معناتها لو فيت كونه يعمل دي مومون ريبيتي معناها تعاونوا باش ينمي الخلايا نتاع نتاع المخ نتاعو. فوالا ينجم في العمر هذاك معناتها معناتها يتعاطى مثلا جيمناستيك كيف كيف الناتاسيون كرة القدم مع استاد صغير هكاي في العمر هذاك، التنس، الرياضات الفردية الكل كاراتيه التايكواندو ينجم السباحة بيان سور ديما نقولوا راهو السباحة معناتها من الرياضات المتكاملة معناتها فوالا اللي تخدم ديجا اي وتبدا هي فما رياضات راهو تتبدا من العمر الصغير بالكل كيما السباحة نشوفوا حتى معناها ممكن في الأوروب. سامحني كان قسيت عليك دكتور غلفة السباحة فما شكون حتى يبدا لهم من العام ونص من العامين نشوفوهم اللي ديجا يهزوا ممكن احنا نبهتوا كي نتفرجوا في الفيديو ما حاجة باهية اللي كونوا يبدلوا في العمر هذيك. اي هما شافوا حتى دي نوريسون دي بيبي هو الصغير حتى في كرشم وراه في الماء معناتها الانفيرونمون هذاك مش بعيد عليه معناتها. السباحه من الرياضات
تبدا من العمر الصغير بالكل. دونك في العمر هذاك من بين 6 و 9 سنين المهارات اللي يلزمنا معناتها يلزم الانترينور يتلهى بها سورتو هي الكاباسيتي داناليز علاش قلنا معناتها المخ باش يبدا ينمو وقت هذاك ردة الفعل معناها الكاباسيتي نتاع ردة الفعل tout ce qui travaille de la coordination travail de la souplesse هذوما الكل في شكل تمارين يكون يلزم المؤطر ولا الممرن يكون معناتها معناها مختص في الصغار معناها ما نجاوش انا ديز اكزرسيس نتاع كبار نجي نطبعهم على صغار الصغيرات في الوقت هذاك راني باش نخدم بدن كامل باش يخدم السوبليس باش يخدم الحركه باش يخدم لا بروبريوسيبسيون معناتها الاحساس العميق بالحركه tout ce qui est coordination travail de la coordination راهم هذوما دي كاباسيتي اذا كان ما تخدموش ملي الطفل هو صغير بالكل راهم بعد مع معناها يصعب برشا باش هذاك علاش نشجعوا احنا ديجا معناها في العمر الصغير دكتور الفا مسكي فيتيس دو رياكسيون كل يتخدموا من العمر من 6 ل 9 سنين فوالا من 6 ل 9 سنين كيما نحكيو دكتور الفا على انواع مازال عنا اكيد باش نحكيو على انا فوالا مي سيش نقدموا شويه دكتور الفا نكملوا نحكيو زيد على احنا قاعدين نحكيو على لي تيب دو سبور نحكيو على سولون اوتخونش داج فوالا دونك احنا قلنا حتى ل 9 سنين تو باش نجيو معناتها 10 12 سنه معناتها في العمر نقولوا احنا نتاع لاج سكولير تارديف يتسمى معناتها جينيرالمون ما بين يبدا هو في سنه 6 حتى كش هكا ديبيو نتاع الكوليج هو هذا العمر هذا احسن عمر للتعلم رياضه الرياضه اللي قلنا ديجا حتى ميم لو ستركتورال اللي فيها هكا قوانين حتى فوالا من عمر 10 ل من 6 حتى كش من 10 ل 12 سنه احسن عمر باش يكتسب المهارات الرياضيه دونك ينجم وقتها يدخل في رياضه معناها كوليكتيف كوسوسوا معناتها كره القدم ولا كره الطائره ولا كره السله والا العاب قوى باش تكون سبيسيفيك باش يخدم مثلا باش يعمل سبرينت والا لونسي والا هذوما الكل يتخدموا معناها في لاج هذايا سكولير تارديف يتخدم اكثر لي زيكزيرسيس دو معناتها لي تمارين تاع لي طون دو رياكسيون تخدم الفيتيس ديما السوبليس نقولوا ترافاي دو لا سوبليس في العمر هذاك زاد كيف كي تو سكي كاباسيتي معناتها de réaction ou accélération les exercices معناتها l'apprentissage des tests des gestes techniques معناتها technique de base التقنيات de base يتعلم لي لوا نتاع السبور اللي باش كو سوا فوت ولا باسكيت كل يتعلم لي معناها قوانين اللعبه لي تكنيك دو باس هذايا في العمر نتاع 10 12 سنه العمر اللي من بعد جوست ابري معناتها نقولوا 12 ولا 13 سنه حتى كش ل 14 نلاحظوا احنا كوسوسوا بالنسبه للبنيه ولا الوليد فما معناها قفزه كبيره معناتها في العمر هذاك باش تكون معناتها سي لا بروميير فاز بوبرتير باش تكون فما معناتها قفزه كبيره نمو سريع كوسوسوا معناتها ساتورال معناها في الطول نتاعو ساعات حتى بال10 سنتي في العام صغير ساعات حتى بال9 كيلو معناتها في العام معناتها فما قفزه كبيره القفزه هذه الكروسونس معناتها اوسوز هذه جينيرالمون ما تتبعهاش كروسونس مشكولير معناتها فما الكتله العضليه ما تتبعهاش هذيك علاش تخدم في البيريود هذيك وهذيك علاش زاد ديما ناكدوا على لي زونترينور لازم يكون معناتها ادابتي للصغار يخدم خدمه سبيسيفيك للصغيرات هذوما باش ما يتضربش باش ما معناتها ما تصيرلوش الاصابات فما قابليه كبيره حتى الصغير يكون شغوف في العمر هذاك باش يترين يحب يترين فوالا حتى معناتها يترين حتى بالمرتين في النهار راهو ينجم يترين مي باش نقولوا افيك دي ميزور اللي باش نحكيو عليهم من بعد دونك التمرين معناها التمارين ديما ناكدوا على ترافاي دو لا سوبليس تو سكي اكسيليراسيون تو سكي فيتيس دو رياكسيون كيف كيف في العمر هذاك يتخدم travail de la force musculaire force musculaire alors je m'entends musculation voilà travail des exercices musculaires de force
في الابارتير من 14-15 ans نجمو نخدمو المسكولاسيون زيدا كيف كيف مع وسائل الوقاية مع تكون بيان انتوري بتأثير طبي بتأثير من المدرب نتاعو مش وحده في سالة عاد ساعات نلقاو حتى معناتها 14-13 سنة ماذا بيهم وحدهم في سالة يخدمو المسكولاسيون راهو لي غلط هو جينيرالمون الصغير الوقت هذاك المراهق الوقت هذاك ماذا بيه يعمل فورس مسكولير وماس راهي الماس مسكولير تتخدم راهو قلنا ما بين 13 و14 سنة 12-14 سنة تخدم لا فورس مسكولير لا ماس تخدم كان ابارتيغ دو 15 ans دو 15 ans فوالا في 15 ans فما باش نلقاو اللي بعد القفزة هذيك الكبيرة فما ان غالونتيسمون في الـ في الـ معناها في البارامتر نتاع البوا والتا معناها ما تلقاش كل ديفلوبمون كبير اون ميم طون الكروسونس حتى نتاع نتاع العظام باش تكون معناها اون لارجور معناتها معناتها الكروسونس اوسور باش اوسوز كانت اون اوتور باش تولي اون لارجور في البيريود هذيك نجمو نعبيو اكثر نجمو نخدمو اكثر ماس مسكولير ونخدمو لو ترافاي سبيسيفيك نتاع اي نوع من الرياضه يتخدم من الوقت هذاك معناتها الجيستويل معناتها لا سبيسيفيسيتي نتاع السبور هذاك نتاع الجيستويل فين تتخدم في ال 14-18 دونك براتيكمون دكتور غولف احنا حاطين لهم هكا نقاط على الحروف عارفوا معناها اللي كان باش يدخل صغير كلمه ولا راه جوست انتغراسيون هكا تحبوا في السبور تحبوا في النشاط البدني خلينا نقولوا معناها مش سبور بمعنى السبور نخصوا الرياضات تحبوا في النشاط البدني بعد تعدينا المرحله اخرى كيفاش زاد البدن نتاع الصغير مراحل مهمه جدا سورتو للاولياء خاطر ممكن بعد ساعات دكتور احنا بالنسبه للاولياء يحب ينبوزي صغيره باش يمارس الرياضه الفلانيه ما يعطيوش الشوا باش يختار هو شنو الرياضه اللي يحبها شنو الرياضه اللي يلقى روحه فيها خلينا نقولوا معناها احنا العقليه نتاع التونسي يقول كان نحب يمشي فوت باش يطلع لي نهار اخر معروف جوغ يمشي ليكيب ناسيونال باغ كونتر فما رياضات فرديه تنجم تكون مهمه جدا رياضات اخرى في مختلف الاختصاصات زاده تكون مهمه جدا دكتور يعطيك الصحه مريم معناها على الملاحظه معناها بيرتينونت على الاخر صحيح الصغير احنا نقولوا ماذا بينا الصغير خليه هو يختار خليه يجرب برشا رياضات وهو وين يلقى روحه فوالا معناها انت ارميه كي الحوته ارميه معناها مثلا شنو يحب نشوفوا الرياضات نتاع مثلا المصارعه والجودو كل ما حبهمش فما صغيرات تلقاه تيميد وكل فما صغار تلقاه تيميد وكل يفو سافيرمي يحب يقاوم يحب يعمل الرياضات الدفاعيه فما راهو معناتها هو يلقى يفرغ الطاقه نتاعو يفرغ الطاقه نتاعو يلقى روحه معناها محمي اكثر في الرياضات هذيك يلقى روحه معناتها يحب فما صغار لا ما يحبش العنف يرفض العنف يظهر له عنف لوك هذوك ماهمش رياضات عنيفه بالعكس اللي هما مقارنة حتى معناها لو كان فيها هذيك القوانين نتاعها وقول لهم معناها نقول لهم ديجا اللي مش فما رياضات راهي مقارنة فما قوانين معينة ما نحكيوش على بيان سور فما صغيرات مثلا يحب لي سبور انديفيديويل تو سكي جالي تو سكي تنس اون بو با امبوزي للصغير وهو وين يلقى روحه وين يلقى خاطر ابري تو راهو احنا معناها قبل كل شيء صحيح الحفاظ على الصحه نتاعو ابري تو سي ان ايبانويسمون فوالا دونك كي هو صغير يلزم يلقى معناها راحته يلقى ليبانويسمون نتاعو يلقى الفرحه نتاعو كيف يترينا الحاجه اللي يحب عليها ما نجمش انا صغار صغيري ونلاحظوها هذه سورتو في الفوت الحقيقه نحسوا فما دي بارون عندهم حرص كبير معناتها يحبوا في الفوت يحبوا في الفوت ويحبوا ينجح كوت كوت ويحبوا ليه راهو معناها هذه اكتشاف مهارات معناها نجم هو ما نجحش في الفوت ينجم في الباسكيت ينجح ينجم في رياضه فرديه ينجح معناها احنا نلوجوا على بارميسمون تاع الصغير معناها ما نلوجوش على حاجه هذه هي معناها بطبيعه الاهم وسورتو باش هيك تلقى الفايده نتاع الرياضه بطبيعه أي ساعات الصغير معناتها ما ينجمش يقول بوه لي انا رافض الرياضه هذيك تترجم في دوليانس معناها يبدا موجوع مضروب لي وهو راهو سيتي فويت مثلا نلقى مشكله في انتغراسيون نتبعوه الصغير من البارون يلزم يتبع صغيره ساعات هو باغ ديفو دانتيغراسيون ما نجمش يتاقلم مع الجروب هذاك مثلا يولي يفوي
يقولوا لي انا موجوع المضروب وما نجمش نلعب وهو لي يلزم وقتها نعلم اون كومباني للصغير مع الكوتش وكل باش معناتها يواجه المشكله اللي عنده, والا اذا كان هو مش حاببها مثلا يشوف حاجه اخرى. ولا دكتور غلفه, هو احنا عندنا معناها قلنا مش نحكيو على محور التغذيه بالنسبه للشغل الرياضيين ومحور اخر ليصابيت برام, مش نخليو له ليصابيت هكا بارتي وحده مش في الحلقه نتاع اليوم خاطر الوقت دهمنا. احنا في كل حصه وتحدثنا احنا على نمط العيش الرياضي والنمط السليم بالنسبه للعيش الرياضي كل كسوه معناها في الرياضات الكل في مختلف الاعمار, وتحدثنا خاصه وعملنا حصه خاصه للتغذيه. اليوم النجم زيد نحكيو على التغذيه بالنسبه للاطفال اللي يمارسوا الرياضه كيما معناها اسكو باش نحكيو على التغذيه سولون ترونش داج ولا كيفاش. بالنسبه للتغذيه بالنسبه للرياضي الصغير معناتها بالنسبه للطفل هو عنده دو معناتها دو زيشيونس معناتها بالنسبه في العمر هذاك. اول حاجه النمو نتاعو اللي يكون سريع دونك متطلبات التغذيه تكون معناتها مهمه, وثاني حاجه تعطي النشاط الرياضي اللي يتطلب معناها انرجي كبيره. انا هنا باش نحكي توسكي دو باز معناتها كيما حكينا بالنسبه للتغذيه للرياضي ككل. معناها التغذيه لازمها تكون متوازنه ومتنوعه ومعناتها في اوقات معينه. بالنسبه معناتها الطفل الصغير اللي يتعاطى الرياضه باش نحكي معناها جوست على نهار اللي يترينا, اذا كان جينيرالمون يترينا 3 ايام 4 ايام في الجمعه, والا نهار كومبيتيسيون شنو يلزم معناتها الولي حذر له. هو جينيرالمون نهار اللي معناتها يترينا يلزمو معناتها 3 روبا و 2 كولاسيون, معناتها هو الرياضي ككل يلزم بيسكو يترينا ياخذ 2 كال دو معناتها زوز لومجي. انا باش نحكي على معناتها جينيرالمون هو باش يترينا العشي معناتها فطور نص نهار, معناتها فطور نص نهار لازم يكون فيه اكثر نشويات فيه بروتينات. ديما نقولوا البروتينات راهي قد كف اليد دونك انت قد كف بتاع الصغير هذيك الحاجيات كسوا اي حد في 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 اي عمر راه قد كفو معناتها ما نجمش نقول لك 100 ولا 100 غرام ولا 150 غرام ولا 200 غرام معناتها سولون لو بوان تاع الصغير. دونك ديما روبير نتاع الام نتاع الولدين هو قد الكف قد الكف اللي ديما بروتين وشويه دهون. هذا بالنسبه للفطور جينيرالمون قبل 3 سوايع من عندنا اضافه خاطر هي جوست السيده المخرجه خاطر الوقت دهنا كما قلت لك دكتور الفا. احنا تنرجع نحكيو عليها بيان سور باكثر تفاصيل سورتو معناتها نعملوا ممكن عوده صغيره على الموضوع هذايا مع الاصابات بيان سور نتاع الطفل الرياضي اللي باش نحكيو عليها. الحقيقه معلومات مهمه جدا في موضوعنا لليوم الطفل الرياضي, كنا في بينا باش نخصصوا حصه فقط ما زلتناش في الحديث على الموضوع هذايا. ميرسي بوكو ليك دكتور الفا عبين العام لي طبيبه الرياضه على المعلومات هذي. تنجموا تبقاو الانتغراليتي نتاع الانترفيو, مازلنا مواصلين الامهات تنجموا تخليو اقتراحاتكم على 70 035 120. سينون بيان سور مازلنا مواصلين في موضوع هذا الطفل الرياضي وكل ما يهم الطفل الرياضي. ميرسي بوكو امنه بوخيطه في الاخراج تقني الحصه, سيف بولعريس في الديجيتال, مريم منصوري كوتي ميكرو تقولكم اكيد مازلنا مواصلين معاكم المشوار وملتقاكم مع رحي من مجبري في سانتي 5.0 مع الطب الرياضي. مع الطب الرياضي معالجة لمسائل الصحة الرياضية.